أضاءت شهب الفكرة العربية فضاء العالم. صار لنا لأول مرة في التاريخ ثقافة بصرية واحدة أو وطن ثقافي واحد. وانهدمت الجدران بين الثقافات واللهجات، سواء كانت مغربية أم لهجات أهل الشام أم أهل الجزيرة العربية. والثقافة البصرية تحتاج طبعا إلى عين لماحة وفكرة بارقة، كعين مصورنا رائف دباجة الذي نصنع من صوره الليلة.